يا جماعة من فضلكم خلوا اسألوا الأندية إيه المقترحات بتاعتكم في حالة عودة الدوري، وإيه المقترحات بتاعتكم في حالة إلغاء الدوري، ونعرف الدنيا هتبقى ماشية إزاي، بحيث إن لو ربنا سهل والأمور مشيت كويس الدوري رجع يبقى إحنا جاهزين بثلاث أربعة سيناريوز نقدر نتكلم فيهم. الدوري اتلغى يبقى عندك ثلاث أربعة سيناريوز تقدر تتكلم فيهم. لكن الدنيا ماشية كده. نائب رئيس اللجنة الخماسية دكتور جمال محمد علي كان بيتكلم ان يجب عودة الدوري وان الناس كلها في اتجاه عودة الدوري وكذا وكذا، العالم كله يعني، لكن مجرد كلام مرسل. عايزين نحط سيناريوهات، نبدأ ان احنا نحط سيناريوهات ومقترحات مع الأندية علشان نعرف. هو ده المهم دلوقتي، مش تقول لي عدد الأجانب. أجانب ايه دلوقتي اللي حضرتك بتتكلم فيهم؟ هي الرؤية فين؟ الفيجن المستقبل فين؟